الراديو 90 90 هواها مصري. الإفطار وفوائد الإفطار. مش فطار رمضان خلاص، صيام خلص خلاص، بنروح مع الفطار العادي بتاعنا بقى. معظمنا بعد رمضان اتعود انه ما يفطرش الصبح، قال ايه اشرب بقى حاجة وخلاص، قهوة ولا مشروبات القهوة يعني، وانزل اكمل اليوم عادي. لا، بيقولك الفطار مهم، الفطار مهم، وفكرك بفوائد الفطار اللي كنا هنموت عليه من 3-4 ايام. بيديك طاقة علشان تبدأ يومك بنشاط، وبيساعدك على التركيز اكتر على مدار اليوم، بيزود الشعور بالهدوء وبيخليك تتحكم في اعصابك، بيقلل الشعور بالتعب والتوتر والكسل والخمول، بيساعدك على حرق سعرات حرارية اكتر. يعني حبايبنا بتوع الدايت، وجبة الفطار من اهم الوجبات، وانتوا عارفين لما تفطر الصبح كمان مش هتكون جعان قوي في وقت الغداء او العشاء، وبالتالي هتاكل حاجات صحيه اكتر، مش هنرمرم يعني. الفطار الصبح بيساعد على تنظيم نسبه الانسولين في الدم، وبيحمي من الاصابه بالسكر، ربنا يبعد عنكم اي تعب يا رب. بيساعد على تخفيض معدلات الكوليسترول في الدم، ربنا يديكم الصحه. ومن الحاجات اللي بينصح بيها خبراء التغذيه، مش انا خالص خالص، خبراء التغذيه بيقولك الحبوب الكامله، القمح والشوفان البليله يعني، والبروتين منخفض الدهون الموجود في البيض والبقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان زي الزبادي واللبن والجبنة والفواكه والخضار. خبراء التغذية برضو اللي هم مش أنا بينصحوا أن الفطار لازم يكون في خلال ساعتين من وقت ما تصحى من النوم. يا سلام على طبق فول وعلى شوية زيت كده ومعه بصلة ورغيف عيش بلدي كده محترم، وطعمية كده جاية لك من طاسة زيت معمولة في زيت عربيات في المحل ما بعتها لك، وشوية مخلل كده وشوية بتنج. هو ده الفطار اللي عرفه يعني. بص، هو ده يعني، قوم افطر بقى يعني، اللي مفطرش يقوم يفطر.